تركيا تؤكد استمرار التحضير لعملية منبجة وشرق الفرات. ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق. هل باتت عملية منبج وشرق الفرات وشيكة على الانطلاق؟ وهل ستفي الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها تجاه أنقرة؟ ما مصير الأكراد في المرحلة المقبلة؟ وكيف سيتأثر الاقتصاد التركي بهذه العملية؟ في الاستديو 9 مع علاء الصالح. مجلس سوريا الديمقراطية كما يسمى مسد يدعو تركيا للحوار، وهذا تطور بارز نبحث في دلالاته في هذه الحلقة معكم مشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم. أستاذ علاء الدين، حياك الله ضيفا عزيزا في استديو 9، يا مرحبا. ما هو العنوان أستاذنا اليوم في تركيا المتعلق بشمال سوريا؟ السؤال اليوم في تركيا، السؤال المهم، متى تدخل تركيا في شرق الفرات؟ ما زال هذا السؤال مطروحا. نعم، ما زال مطروحا. اقترب الدخول إلى شرق الفرات؟ اقترب جدا على ما يبدو من كلام وبيانات الحكومة التركية ورئيسنا رجب طيب أردوغان. نبحث في هذا معكم وعلى المشاهدين الكرام، حياكم الله. شكرا. حديثنا تركي سوري معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من استديو 9 مع الباحث السياسي التركي علاء الدين شنكولر. نبدأ معه النقاش والحوار بعد متابعة هذا التقرير، تفضل. منذ إعلان تركيا نيتها تنفيذ عملية جديدة على الحدود السورية ضد قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة تعتبرها أنقرة إرهابية تتخذ من أراضي شرق الفرات موضع قدم لها، إلا أن قرار بدء العملية لم يأتي بعد. تداعيات كثيرة تجعل من تركيا تتريث لفترة فيما يتعلق بإطلاق تلك العملية العسكرية، وذلك على خلفية إعلان واشنطن وعزمها سحب قواتها من سوريا. فعلاقة واشنطن بوحدات حماية الشعب الكردية من أسباب التوتر الرئيسية بين تركيا والولايات المتحدة، كما نددت أنقرة مرارا بدعم واشنطن العسكري للمجموعات الكردية. تركيا والتي تخشى من أن عدم قيامها بمثل هذه العملية يعني ترك المجال للاعبين الآخرين أي روسيا وإيران والولايات المتحدة وحتى نظام سوريا للقيام بها باسم مكافحة التنظيمات الإرهابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام نزوح أكثر من مليون شخص إلى تركيا، في حين ترى أن دخولها سيفتح الباب أمام عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم بعد تأمينها، وهذا الهدف المنشود من العملية حسب ما تقول مصادر في الحكومة التركية. وكشف مجموعة من الخبراء والمراقبون أسباب تأخر تركيا في إطلاق العملية العسكرية الرامية لتطهير شرق الفرات شمال سوريا من الإرهاب، رغم التعزيزات الضخمة التي يقوم بها الجيش التركي هناك. أبرزها الضغوط الخارجية والتخوف الأمريكي بأن تملأ أنقرة مواقع الأمريكان التي ستتركها في سوريا، فيما تضع تركيا اعتبارات أخرى كان سببها في تأخير العملية وهي ألا تتسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد والليرة، الأمر الذي جعلها تفتح المجال للمساعي العربية للوصول إلى تفاهمات معينة حول مصير الأكراد بعد تحرير شرق الفرات، وأن تفي واشنطن بتعهداتها لأنقرة بضمان مغادرة تنظيم البيادة مدينة منبج بعد طرد تنظيم الدولة منها. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا الأستاذ علاء الدين شنكولر الباحث السياسي التركي، حياك الله أستاذ علاء الدين. دعوة لافتة من رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية كما يسمى مسد إلهام أحمد للحوار مع تركيا. بداية، هل تفرق أنقرة في نظرتها لمجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني وهذه الفصائل الكردية الانفصالية بتنوع أسمائها واختلاف أسمائها
في شرق الفرات؟ تركيا طبعا في شرق الفرات أو غيرها مبدئيا تفرق بين أحزاب وتجمعات عسكرية أو غير عسكرية، مسلحة أو غير مسلحة، ولا يمكن أن تضع هذه المجموعة مع مجموعة الحزب PKK العمال كردستان. لا لا، يعني هم يعني قريبين من بعض هم أصلا، لكن في هذه الحالة كيف يستفيدوا من البعض وكيف يبتعدوا عن البعض، هذه قرارات في الساحة في الميدان لما يدخلوا في المعارك والتدخلات تبدأ، يجب أن تكون هناك حوارات مختلفة مع مجموعات. تركيا تفكر دائما في مصلحة أهل سوريا وشعب الشعب السوري، وكذلك أن لا يكون هناك خسارات لا ماديا ولا روحيا ولا أرواح تكون خسرت بسبب هذا التدخل. هو الأساس والمطلوب أن تعود سوريا إلى أيام السلم. الآن أستاذ علاء الدين، موضوع الحوار مع أي طرف من الميليشيات الكردية وارد بالنسبة لأنقرة بتقديرك؟ نعم، يعني هو وارد، لكن منها ما يبينون ويعلنون عنها ومنها لا يعلنون عنها، لكن في النهاية كل دولة لها أن تجلس أو تتفق أو تتحدث أو تحاور مع أي مجموعة كانت في تلك الأراضي أو تلك البلدان. طيب الآن هذه الدعوة من إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية جاءت من واشنطن بعد لقائها بالرئيس ترامب، هل هناك دلالة لمكان إطلاق الدعوة وتوقيتها؟ لها دلالة طبعا، من أين أتت وكيف في أي وقت أتت البيانات والطلب هذا كيف أتى. أمريكا والولايات المتحدة وترامب لا يريدون أن يتركوا هذه المنطقة بسهولة، وهم يعرفون كذلك إذا تركوها تماما ستبقى الساحة والميدان لروسيا وإيران وتركيا تماما، فهم لهم مصالح، فلا بد أن يحركوا بعض الجهات منها هذه الجهة أن يحاولوا البقاء وأن تكون لهم الكلمة والوزن في المستقبل القريب والبعيد. يعني مبدأ الحوار مع هؤلاء ليس مرفوضا برأيك بالنسبة لتركيا؟ يجب أن لا يكون مرفوضا، ولا أعلم يعني ألا أتوقع الحكومة التركية لا ترفض إلا المتمردين الأكراد اللي هم PKK و PYG اللي هم مسلحين ونسميهم إرهابيين، كذلك هؤلاء أحيانا يسمون. هو هذا المجلس أستاذ علاء الدين هو يعني الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية. نعم. قوات سوريا الديمقراطية متهمة أنها جمعت الفصائل الانفصالية الكردية في تلك المنطقة. نعم، تركيا ترى الاتفاقيات وتفاهم في السلم ومصلحة الشعب السوري لا ليس من خلال حوار مع جماعات أو جمعيات أو اجتماعات أو عصابات إرهابية، أو ليس الأكراد الذين لهم القول النهائي في هذه النقط، إنما هناك جهات مختلفة وكل جهة لها رأيها ومطالبها، وهناك مجلس كذلك في سوريا المجلس الشعبي اللي أسسه، وهناك كذلك رغم كل السلبيات هناك حكومة، فيجب أن يكون هناك تنسيق أشمل من هذا. ما الذي أخر العملية التركية العسكرية شرق الفرات أستاذ علاء الدين؟ قرار هم طبعا تركيا يعني الدولة صديقة تعتبر لأمريكا، فأي صديق لا يريد أن يقاتل أو يحارب أو يعترض مع صديق، فالتحالف الموجود بين تركيا وأمريكا وخاصة تحت مظلة ناتو
الحلف الأطلسي الشمالي يجعل تركيا تخطو خطوات بحسبان دقيق. فتركيا لا تريد أن تدخل في ورطة جديدة أو في مشكلة أكبر مما حصلت من المشاكل. ولا تركيا صح نحن أتراك دمنا حر وعاطفيين أكثر من اللازم أحيانا ورئيسنا كذلك يعني عنده عاطفة عنده الروح الشجاعة لكن لا الآن يفكر كل شخص مسؤول يفكر كرجل دولة كرجل واعي بانتظار ماذا أستاذ علاء؟ هل هناك حل يتبلور بالنسبة لشرق الفرات صيغة ما تسوية ما؟ أنا أتوقع في نقاش ومفاوضات خلف الستائر وراء الطاولات. فهذه المفاوضات تحتاج إلى تنسيق مع القبائل كذلك مع الجماعات مع المجموعات وهذه المنظمات الكردية وغير الكردية. غير هذا لا تنسوا أن أمريكا الولايات المتحدة نزلت في المنطقة أكثر من 20,000 شاحنة أسلحة. فهذه الأسلحة من السهل جدا تتجه إلينا ونحن لا نريد أن ننزل للمنطقة لتكون هناك مذبحة جديدة لا للجيش التركي ولا للشعب السوري. فهذه الحسابات كلها يدرسونها على ما أفهم. وفي نفس الوقت في مفاوضات. ما الذي يجعل تركيا تستعجل أصلا؟ ليش يعني هل وعدت تركيا وقت أن تدخل؟ لا يعني تركيا قالت سندخل طيب أي وقت مناسب يدخلوا. سأتابع معك أستاذ علاء الدين. اسمح للمشرك معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي محمود عثمان. أستاذ محمود أهلا ومرحبا بكم معنا. مساء الخير، أطيب تحية لكم ولضيفكم وللمتابعين الأكارم. أهلا وسهلا أستاذ محمود. دعوة من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد للحوار مع تركيا من أجل إنهاء الصراع، هل فاجأتكم هذه الدعوة التي جاءت عبر السيدة أحمد من واشنطن؟ لا شك بأن أعلان الرئيس ترامب عن نية أمريكا الانسحاب من سوريا وما طاق هذا الأعلان خلط الأوراق بشكل كبير. حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار أمريكي واضح، هل سينسحبون هل هم لن ينسحبون. عشية الإعلان عن الانسحاب من سوريا كان هناك توسعة للقاعدة الأمريكية في شمال العراق وأيضا بناء قواعد جدد. الجنود تم استقدام 6,000 جندي أمريكي إلى العراق. لم يتحدث الأمريكان عن حول كيفية هذا الانسحاب. ثم جاء قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بوضع حجرة عثرة أمام هذا الانسحاب. إذن حتى الآن لا أحد يعلم هل سينسحب الأمريكان أم لم ينسحبون. هذه واحدة. وفي حال انسحاب الأمريكان من سيملأ هذا الفراغ؟ كان هذا السؤال هو الشغل الشاغل للجميع، والجميع انشغل، جميع الدول والقوى الفاعلة على الساحة السورية انشغلت بالجواب على هذا السؤال. لكن حتى هذه اللحظة لا الانسحاب الأمريكي حدث ولا كان هناك أي خطوة، أو بالتعبير الأدق لم يثق أحد بهذا الإعلان الأمريكي. تركيا حاولت جاهدة وسعت على أكثر من صعيد للتحرك، لكن حتى هذه اللحظة لا قرار أمريكي واضحة
وبالتالي هذا اضطر أنقرة إلى إعادة النظر في كثير من التحركات. كما نعلم قبيل الإعلان عن الانسحاب الأمريكي كانت الحشود العسكرية التركية على الحدود وجاهزة على أهبة الاستعداد للتدخل في الشمال السوري. الإعلان ربما أثر هذا التدخل، لكن المصادر التركية ومن أعلى المستويات من الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية لا تزال تأتي التصريحات بأن تركيا عازمة ومصممة على القيام بعمل عسكري في منطقة منبج وشرق الفرات. لكن أستاذ محمود، مبدأ الحوار مع الميليشيات الكردية، مع قوات سوريا الديمقراطية كما تسمى، أو مع مجلسها، أمر وارد برعاية أمريكية بالنسبة لتركيا؟ أعتقد أن هذا الأمر هو لكسب الوقت ولا أمر جدي. شروط تركيا واضحة ومعروفة في هذا المجال، وتركيا أرسلت طائرة خاصة واستقبلت صالح مسلم وأفهمته بأن هناك ثلاثة شروط للحوار وللعمل المشترك. أولها قطع العلاقة مع النظام السوري، ثانيها التماهي أو الدخول مع قوى المعارضة والثورة السورية، والشرط الثالث هو الرجوع عن فكرة إنشاء كيان مستقل في شمال سوريا. وكما نعلم فإن صالح مسلم بدل التعامل مع والتعاون مع تركيا ذهب للجهة الأخرى وأصبح حليفا للطرف الأمريكي الذي تبين للقاضي والتالي بأنه يمكن أن يبيع شريكه في أي لحظة. وكان الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سوريا خير دليل على تخلي أمريكا عن حلفائها، وهذا معلوم بالضرورة من تاريخ الولايات المتحدة. طيب هذا كلام مهم أستاذ محمود، هذا كلام مهم، ابقى معي لو تكرمت أستاذ علاء الدين. إذن ثلاثة شروط للحوار مع صالح مسلم وجماعته: قطع العلاقة مع نظام الأسد، الانخراط مع قوى الثورة، وأيضا الرجوع عن فكرة إنشاء كيان مستقل. الآن يبدو في طرح جديد لدى الطرف الكردي، وهو الحصول على حكم ذاتي في إطار سوريا ضمن ديمقراطية لا مركزية، كما قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية. هل يمكن لأنقرة أن تقبل بإعطاء هذه الميليشيات الكردية حكما ذاتيا في تلك المنطقة؟ لا، تركيا أبدا لا يمكن أن تقبل الحكم الذاتي أو الاستقلالية، شبه استقلالية، كونفدرالية، فيدرالية، ما دامت الشمال العراق، الفيدرالية، الدولة الفيدرالية العراقية البرزانية موجود هناك، والحكومة التركية ترفض أصلا فكرة فرق تسد. وكأنه إقليم مشابه لإقليم اللي شمال العراق يراد له في شرق الفرات. يعني إقليم جديد بحكم ذاتي. لما لا طيب؟ لماذا؟ لما لا؟ لأن وحدة أراضي سوريا، وحدة أراضي العراق مهمة جدا بالنسبة لتركيا. إذا بدأت تركيا تتنازل عن هذه الأشياء سيأتي الدور إلى تركيا يوم من الأيام قريب، ليس بعيد، لأن تركيا تعرف أن هذا شيء مخطط. مخطط من قبل الغرب من أجل تقسيم تركيا لاحقا. نعم، لا مو تقسيم تركيا فقط، تقسيم السعودية، تقسيم مصر، تقسيم السودان، تقسيم العراق، تقسيم سوريا. هناك مخطط وخلنا نسمي لجنة أو شيء في مركز في العالم يطالب هذا الشيء منذ 20-30 سنة، وألفوا كتب عن هذا في أمريكا، في الولايات المتحدة، وأعلنوا هاي خطتهم، ليست شيء سر الآن. لكن ربما يقول قائل، واسمح لي هنا أسأل أستاذ محمود، ربما يقول قائل أستاذ محمود عثمان بأنه
أنقرة لديها علاقة طيبة كما توصف مع مسعود البرزاني وحكومة إقليم شمال العراق، فلماذا ستمانع إقامة إقليم مشابه في شرق الفرات وحكم ذاتي للأطراف الكردية هناك؟ يعني القضية ليست هنا تحديدا، القضية تبدأ مما يسمى صفقة القرن أو ما كان يسمى سابقا الشرق الأوسط الكبير. ما يسمى صفقة القرن ليس صفقة تتعلق بالصراع العربي الفلسطيني أو القضية الفلسطينية أو القدس، هي ملف يشمل كافة المنطقة وربما يشمل الخريطة الجديدة للعالم في القرن 21. اتفاقية سايكس-بيكو مضى عليها 100 عام، ويبدو أن الأمريكان لا يعترفون أو باتوا لا يعترفون على بهذه الاتفاقية ومخرجاتها، وبالتالي هم بصدد. طيب هذا الكلام مهم أستاذ محمود، خلينا بس حتى ندرك أهمية ما يدور إذن من حوارات ولقاءات على مستوى المسؤولين الكبار والاتصالات، حتى على مستوى الاتصالات بين ترامب وأردوغان والزيارات المكوكية، مرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي ومرة لغيره، كل هذا يدور ضمن محاولات لتقسيم المنطقة وتثبيت وتكريس تقسيم جديد للمنطقة. هذا مؤكد، ويعني هذا ما باتت معالمه واضحة، وإلا فما مصلحة دعم بعض البلاد العربية الخليجية تحديدا لميليشيات قسد ومعالم هذا يعني تباين المحاور في المنطقة، محور ما يسمى صفقة القرن، والمحور الآخر معالم هذه المحاور باتت تتجلى في كثير من الحوادث السياسية، يكاد هذه المحورات لا يلتقيان. المهم في يعني في حديثنا هنا أن الحجرة العثرة الوحيدة تقريبا يعني التي تقف يعني في وجه هذا الشرق الأوسط الجديد أو صفقة القرن ربما تركيا، وهناك جهود لتطوير تركيا بشكل أو بآخر، وتركيا تسعى بكل ما تستطيع لعقد صفقات استراتيجية إنجاز التعبير، وأيضا لتأمين أمنها الاستراتيجي. صحيح قد يحتار كثيرون في الإصرار التركي على إبعاد عناصر البي كي كي وهذه الميليشيات الانفصالية عن حدود تركيا، ويظنون أن القضية بوليسية بحتة، لكن هذا وكما تفضل ضيفك الكريم يمس الأمن الاستراتيجي لتركيا. هذا الأمر في حال كتب له أن يتحقق على الأرض فإنه سوف يستدعي حوادث مماثلة أخرى، وقد كان هناك محاولات للتنظيمات الانفصالية في جنوب شرق تركيا، وربما كثير من المشاهدين لم يعلموا بأن مناطق في جنوب شرق تركيا بقيت ممنوع فيها التجوال لمدة أكثر من عام ونصف، ولا زال الحال فيها يعني ليس بالاستقرار التام بسبب خطر حزب العمال الكردستاني وعملياته، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، يعني مركز مدينة ديار بكر بقي أكثر من عام ونصف، هناك اشتباكات يومية مستمرة بين هذه الميليشيات وبين قوات الأمن التركية، وبينما كانت أنقرة تمد يدها لمصافحة هؤلاء وعقد لقاءات من أجل المصالحة الوطنية، كان هؤلاء وبمساعدة أمريكية وأوروبية
كبيرة يستعدون للحسم ويستعدون لإعلان منطقة جنوب شرق تركيا منطقة محررة. والمفارق اليوم أستاذ محمود منفصلا عن تركيا. والمفارق اليوم أن طرفا مهما كمجلس سوريا الديمقراطية يمد يده للحوار مع تركيا. وهنا أريد أن أسأل الأستاذ علاء الدين، هل هذه الخطوة تعتبرونها رضوخا، تراجعا، إعادة حسابات من قبل هذا الطرف الكردي أم ماذا؟ أنا أراها محاولة كسب وقت وتمديد المهلة وبيان أمام الرأي العام في العالم أننا أردنا وطلبنا السلم والسلام، لكن تركيا لا تريد أن تتجه إلى السلام. نحن هي مناورة إذن؟ نعم مناورة بالنسبة لتركيا، هكذا التركي يرى، هكذا الحكومة التركية تنظر إلى الوضع هكذا. ربما هناك ضغوط أمريكية من؟ ضغوط أمريكية على هذه الميليشيات الكردية. أي نعم قد يكون لا أعلم، لكن نحن مثل كما تفضل الأستاذ المشارك سنين طويلة، مدة طويلة حاولنا معهم أن يكون هناك سلام وتفاهم، والحكومة أصدرت قرارات وقوانين جديدة للعفو عنهم والندم، قانون الندم كذلك، اللي يندم يأتي فلا يحاكم لا يسجن لا من المتمردين المسلحين PKK. هم استغلوا الفرص ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فراحوا وجدوا دعم أكبر من الغرب، فقالوا لجماعتهم ولمن يخاطبون نحن نجحنا ونحن فزنا ونحن لما ضغطنا على تركيا شوفوا تركيا تراجعت. يعني الموقف كان غير جميل ومناسب للحكومة التركية والشعب التركي. فمن ذلك اليوم تقريبا 10 سنوات فهمنا أن هذولا ما يفهمون من السلم والسلام، فالآن طردوا إلى خارج تركيا حدود تركيا، فهناك يريدون أن يؤسسوا دولة جديدة أو شيء جديد ما نعرف نحن، بس أحيانا يقولون استقلالية أحيانا يقولون شيء ثاني. هم أصلا فيما بينهم في خلافات كبيرة جدا. أي كردي يعيش الآن في تركيا لو تسأله وتقول له ما رأيك هل نقسم لك دولة جديدة تعيش فيها، يقول لك ردا أنا مبسوط ومرتاح في تركيا، أي مكان أروح أعمل أشتغل وأكسب ومبسوط، يعني إذا دخلت السياسة لي أن أعمل في السياسة ولي أن في وزراء من الأكراد، في إداريين جدا عاليين من الأكراد. إحنا ما عندنا العنصرية القومية أصلا ولا الدينية، فتركيا من هذه النواحي تجاوزت أشياء كثيرة جدا. هؤلاء أكراد أو غير الأكراد مسلحين يريدون تغيير النظام بالسلاح، أي دولة ما تسمح لهذا الشيء ما تسمح، فلا أحد ظلم منهم حاليا ولا سابقا. نعم صار بعض الأشياء طبعا، لكن الحكومة الموجودة الآن أعطت يعني صلاحيات كثيرة وغيرت قوانين كثيرة جدا وأعطت فتحت لهم آفاق. اللغة الكردية كانت ممنوعة وممنوع استخدامها وكلامها مسموح، والتعليم الكردي مسموح. يعني ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب؟ طيب ربما هنا يقول قائل الأستاذ علاء الدين دعوا تركيا تكتفي بداخل حدودها بشؤونها في داخل حدودها، ولا علاقة لها أن تتدخل في المناطق السورية في شرق الفرات أو حتى في غرب الفرات. ستجيبنا عن هذا السؤال، لكن أريد أن أعود سريعا للأستاذ محمود. أستاذ محمود، حتى لا يحصل خلط، تركيا تفرق اليوم بين PKK حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وإلى آخر هذه اللائحة؟ أعتقد أن هذه مسميات لشيء واحد. كان حزب العمال، يعني جاز التعبير، حزب PKK بارعا وماهرا في اختراع الأسماء الكثيرة. وهناك له مستشارين في أوروبا وفي أمريكا،
ينصحونه، وكان هناك كان بصدد تأسيس دولة داخل دولة تمت يعني تم كشفها في جنوب شرق تركيا. كان هناك يعني أحيانا عامل في البلدية مسؤول في دولة PKK المزعومة يأمر رئيس البلدية المنتخب من قبل الشعب هناك، وبالتالي الأسماء لا تنتهي ولا تنفذ عند هؤلاء، لكن جوهر القضية هو واحد. كل هذه التنظيمات بمختلف متبياتها تدار من جبل قنديل تحديدا، وكل المنضوين تحت إمرة هذه المنظومة الإرهابية الميليشياوية الانفصالية هم جنود مسلحون. حتى لو كانوا نوابا في البرلمان، تركيا توجهت في 2009 توجها حقيقيا لتحقيق المصالحة الوطنية، وكلف تركيا أنقام قضاة الكيان الموازي بإصدار أمر باعتقال رئيس المخابرات التركية، وكان أمر اعتقال رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان جاهزا بسبب هؤلاء ليسوا رجال دولة، هؤلاء لا يبقون لا مصلحة الأتراك ولا مصلحة الأكراد ولا أجندة واضحة لديهم، هؤلاء يتحركون بأجندات أوروبية أمريكية خارجية تملي عليهم، هي التي تدعمهم وهي التي تملي عليهم الأجندة التي تتوافق مع مصالح تلك القوى الخارجية. وهذا ليس اتهام، هذا حقيقة واقعة. تم يعني امتحان هؤلاء من خلال المصالحة الوطنية التي شارك فيها كل طبقات الشعب التركي، وليس الحكومة فقط، المثقفون، الأكاديميون، رواد المجتمع، قادة الرأي، يعني الساسة، الرياضيون، الممثلون، الفنانون، كل هؤلاء شاركوا في صياغة المصالحة الوطنية. وكما تفضل ضيفك الكريم بأنه تم منح هؤلاء كل ما يعني ما طالبوه وما كانوا ليحلمون به قبل 15 عام. اللغة التركية مسموح فيها وتدرس بشكل حر طليق، وهم يتبوؤون يعني أعلى المراتب، نائب رئيس وزراء، الآن نائب رئيس الحزب الكردي، وهناك يعني ما يقارب ثلث نواب البرلمان الأكراد، ولا توجد تفرقة سعود والسياسي الشخصية على أساس عرقي. واضح. أستاذ محمود، سأعود إليك بسؤال أخير لو تكرمت. أستاذ علاء الدين، ما علاقة تركيا للذهاب خارج حدودها للاهتمام بشؤون الآخرين؟ شو علاقتها بشرق الفرات ربما يتساءل سائل اليوم، فلتكتفي بداخل حدودها وخلص. طيب، أولا ليس بشؤون الآخرين، إنما شؤون هذا البلد. الحرامي والإرهابي جاء أمام بيتك وبدأ يخيم أمام البيت ليتمكن للدخول إلى بيتك، يستعد يجيب أسلحة يجيب جماعته، فهل لك أن تنتظر وتقول إذا دخلوا البيت أنا سأقاتلهم وأحاربهم؟ لا طبعا، وخاصة لما يرى المشكلة أنه هذا العالم متعاطف مع الحرامي يا أستاذ علاء الدين، أمريكا تدعم هذا الحرامي. أي يعني الحرامي ليس لوحده أصلا، يعني مع ما شاء الله العالم. فهؤلاء إرهابيين خربوا بلادهم الآن سوريا، فيريدون أن يتمكنوا ويستفزوا الفرصة الفوضى الموجودة هناك، فيتمكنوا أكثر فيكونوا يعني منطقة لهم لكي يستعدوا أكثر، والغرب والولايات المتحدة ومن معهم من الأسماء لا نريد أن نذكر كثير يرسلون لهم أسلحة حديثة قوية جديدة ليقاتلوا من؟ الجيش التركي، الشعب التركي. إذن الجيش التركي مستحيل ينتظر حتى يتمكنوا أكثر
ويعترضوا ويدخلوا حدودنا. فنحن لذلك يجب أن نتخذ تدابير استباقية. نعم استباقية، ونوقفهم قبل أن يصلوا إلى حدودنا على الأقل 50 كيلو 100 كيلو، ما أعرف ما هو المخطط من الحكومة التركية، لكن يجب أن يكون بالنا مرتاح، ما ننام نحن متوترين بكرة إيش يحصل، لأن تعلمون 15 تموز نمنا ما استطعنا أن ننام يعني. وقد وقعت التفجيرات في أنقرة. نعم. وفي إسطنبول. نعم داخل بلدنا في عز بيتنا صار. نعم. فنحن كشعب تركي الآن يعني على يقظة تماما، وليست هناك أي فكرة أن نغمض العين ونتسامح فيهم أو نتراجع، لا 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 نريد أن نقاتل أو نضرب أو سلاح وكذا، لا، إذا هم ما يفهمون إلا من هذه اللغة لازم نتكلم بلغتهم. طيب أستاذ محمود، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلامه كان لافتا من أثناء زيارة تفقدية على الحدود مع العراق على الشريط الحدودي، وقال بأنه هناك تدابير تتخذ من قبل أنقرة ولن يسمح بفرض أمر واقع. ما هي الخيارات أستاذ محمود عثمان المتوفرة والمتاحة أمام تركيا الآن؟ هل تبدو هكذا الدخول في حوار مع الأطراف الكردية تحت ضغط أمريكي، أو تنفيذ اتفاقية أضنة والقبول بدخول نظام الأسد إلى شرق الفرات، أو البدء بالفعل وأطلاق عملية عسكرية هناك؟ إيحاءات زيارة وزير الدفاع التركي إلى الحدود وإلى مناطق وعرة جدا، هناك رسالة واضحة بأن خيار تركيا الوحيد هو قوة الجيش التركي. الجيش التركي بات يعتمد بالنسبة الغالبة يعني أكثر من 60% من التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش التركي هي صناعة تركية، وأكثر من 90% من الأسلحة التي يستخدمها الآن الجيش التركي في تحركاته وفي عملياته العسكرية هي صناعة تركية. هذا هو الضمانة الوحيدة لتركيا وللخيار الأول بالنسبة للدبلوماسية التركية. لكن تركيا تتحرك في ضمن مجتمع دولي، ضمن ساحة دولية، وهناك استحقاقات دولية لابد من التعامل والتعاطي معها. تركيا إلى جانب أولا هي قادرة على تقليع شوكها بأيديها. ثانيا المباحثات مستمرة مع موسكو وواشنطن. نعم، من أجل التحرك من خلال القانون الدولي وعدم يعني الاستمرار في التغاضي أو تجاوز هذا القانون الدولي. تركيا تريد أن تتحرك الدول وتتعاون مع بعضها البعض، وليس التعاون من خلال ميليشيات إرهابية. هذا لكن أستاذ محمود، هذه المباحثات طالت، يعني هل هناك حل يتبلور أم هناك اتفاق أبرم؟ يعني طول المباحثات يعتمد سيدي بشكل رئيسي أن الأمريكان لم يحزموا أمرهم. رئيسهم قال بأنني سوف أنسحب من سوريا وهذا قرار نهائي، أما أفعالهم على أرض الواقع لا يوجد أي خطوة عملية بهذا الاتجاه. هم يقولون بأن قرارنا أكيد وسوف ننسحب. طيب هذا الانسحاب سوف يحدث فراغا، بل سيملأ هذا الفراغ. المتضرر الأساسي فعليا هي تركيا التي تملك 914 كيلومتر مع سوريا، وتركيا التي استهدف مواطنوها وهم في أعراسهم في عنتاب، وهم في حفلات رأس السنة في اسطنبول، وهم على مواقف الباصات في أنقرة، والإرهاب يستهدف تركيا ولا يستهدف غيرها، وبالتالي تركيا معنية باتخاذ إجراءات جميع الإجراءات اللازمة
سواء على صعيد الاستعداد العسكري وسواء على صعيد العمل الدبلوماسي. لكن العملية العسكرية تأخرت، أي خيار أو أي سيناريو ترجحنا أستاذ محمود؟ الجلوس إلى طاولة مفاوضات، تطبيق اتفاق أضنا، أم المضي بالعملية العسكرية؟ العملية العسكرية التركية واقعة لا محال، لكن تركيا تريد أن تسحب الذرائع من يد الآخرين. الموقف الروسي هو المحدد هنا، الموقف الروسي ما زال. الروسي أم الأمريكي؟ الروسي. لماذا الروسي؟ الموقف الروسي، الروس يريدون ثمنا في إدلب مقابل التعاون مع تركيا في منبج وشرق الفرات. الروس لا زالوا يعترفون ببيكاكا منظومة تحررية وليس منظمة إرهابية. الأمريكان أسهل من الروس في هذا المجال. هناك أفهم منك أستاذ محمود. أستاذ محمود، هناك إصرار روسي على مقايضة إدلب بشرق الفرات مع تركيا؟ هناك محاولة، نعم هناك محاولة لإحلال اتفاقية أضنا مكان اتفاق سوتشي، والحديث يجري عن عملية ربما محدودة، عملية تركية روسية في إدلب ضد هيتش أو هيئة التحرير الشام، جبهة النصرة سابقا. كل هذه الخيارات ما زالت فوق الطاولة، لكن العملية العسكرية في منبج تحديدا قادمة لا محالة، وتركيا لن تتراجع عن هذه الخطوة الاستراتيجية. منبج هي خاطرة رقوة للأمن الاستراتيجي التركي، ولا يمكن لتركيا أن تقبل بوجود إرهاب وإرهابيين في منبج. طب ماذا عن وجود تحالف غربي في منطقة آمنة شرق الفرات؟ التحالف الغربي هي عملية ذر الرماد في العيون وعمليات استعراضية لا قيمة لها. وجود العشرات من الجنود الفرنسيين أو الإنجليز لا قيمة لها لا عسكريا ولا سياسيا، ولا يمكن أن يرهب هؤلاء تركيا. هذه حركات استعراضية لا قيمة لها. الأوروبيون لا حضور لهم في الساحة السورية لا عسكريا ولا سياسيا ولا ماليا. طيب أريد أن أشكرك أستاذ محمود، لكن حبذا لو توضح لي قبل أن أعود للأستاذ علاء الدين، قرار الدخول إلى شرق الفرات ينتظر موافقة روسية أكثر منها أمريكية، هكذا فهمتني؟ أنا لم أقل موافقة. تركيا تنسق الدول، تنسق مع بعضها البعض. روسيا حليفة لتركيا في عملية شريكة لتركيا في مسار أستانا، وتركيا لا تريد أن تسوء علاقتها مع موسكو. لكن المعلوم أستاذ محمود بأن الكلمة العليا في شرق الفرات لأمريكا وليس لروسيا. نعم، لكن أمريكا تقول بأنني سأنسحب. أنا أتحدث عن منبج تحديدا، منبج هناك اتفاق أمريكي تركي. نعم. يلتزم به الأمريكان، وهذا يعطي لتركيا كامل الحرية في التحرك عسكريا هناك. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي محمود عثمان، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو التاسع. أستاذ علاء الدين، هل تتفق مع الأستاذ محمود فيما قال؟ نعم طبعا، يعني شرق الفرات لدى الولايات المتحدة، فهم لا يسمحون. حتى مرة مرتين ضربوا بطائراتهم القوات الروسية والقوات التابعة لروسيا وإيرانية كذلك، فلذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تترك شرق فرات أظن أبدا، يعني مع أنهم يقولوا بينسحبوا. لن ينسحبوا؟ لا، بينسحبوا شكليا يمكن، لكن سيوجدون هناك على الأقل خبراء، مستشارين، ضباط. نعم. إذن كيف تكون العملية التركية قادمة لا محالة كما قال أستاذ محمود؟ هذا الذي تركيا تحاول أن تنسق، لا تواجه الأمريكان، الجيش الأمريكي، تقول لهم خليكم على جنب، نحن سندخل إلى المكان الفلاني، نحن أصلا متفقين معكم ونحن حلفاء معكم، فلا نريد أن نقاتلكم، لكن نحن نعترض على سياستكم الموجودة في المنطقة. لكن أستاذ علاء الدين، في النهاية العملية العسكرية التركية في شرق الفرات أو حتى في منبج تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي وروسي ربما. الضوء الأخضر أنا رأيي يعني شيئا ما حصل،
لكن الآن تمثيليات الأخيرة الآن لذلك جاءت الدعوة للحوار. أي نعم. فهمت الميليشيات الكردية بأن الأمريكيين تخلوا عنهم. نعم، يعني يريدون أن تركيا تفكر مرة ثانية ثالثة وتتراجع، لكن الحكومة التركية تقول ما دامت الجيش السوري الروسي نعم والجيش الأمريكي، نأخذ فاصل، ما رأيك ونتابع بعد الفاصل؟ والإيراني موجودين. نعم نأخذ فاصل، تفضل مشاهدينا، فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من الاستديو التاسعة مع ضيفنا الباحث السياسي التركي علاء الدين شنكولر. أستاذ علاء الدين، هل تبدو الأمور بالفعل بهذه الصورة أن تركيا أمامها الآن ثلاثة خيارات، إما المضي بالعملية العسكرية في شرق الفرات وفي منبج، أو القبول بالدعوة للحوار مع الميليشيات الكردية برعاية أمريكية، أو تطبيق اتفاق أضنا أي السماح لنظام الأسد بالسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية؟ نعم، أنا توقعي وما وإن كان هناك خيارات أخرى أي نعم، وما أعرفه من الحكومة التركية والتحاليل التي حصلت منذ سنين طويلة، وبما أني تركي وأعرف المخ التركي كيف يعمل وكيف السياسة التركية تكون، عقلية تركية نعم، وخاصة رئيسنا هاي رجب طيب أردوغان، الله يعطيه العافية والعمر المديد. آمين. ما عنده باللهجة ما أعرف كيف جيري، يعني ريفس، ما في ما رجوع إلى الوراء، ما في تراجع، هاي مكسور في الفيتس. دائما لازم يروح أمام، والبلد لازم أصلا دائما يروح أمام يتقدم يعني. لكن هناك معادلات دولية تحكم أيضا وموازين قوى. السياسة والدبلوماسية طبعا تحتاج إلى مرونة أكثر، لكن الأتراك الآن تعلموا وعرفوا أنك أنت جنب حدودك إذا جاءت جيوش من روسيا من أمريكا ومن إيران ومن بلدان مختلفة اللي هم داعش ما داعش ما ندري من هم أصلا، فكيف لنا أن لا يكون جيشنا موجود ونحن نسيطر على الوضع وأن تبقى تركيا متفرجة ونبقى هكذا نتفرج كأننا نتفرج تلفزيون أو شيء؟ مستحيل. الآن تركيا تعلمت أنها تضع يدها أولا ثم تشوف ما هي خير. تعلمت ولو متأخرا، يعني تعلمت مع الأحداث التي صارت بسبب العواطف الموجودة عند الأتراك، نرحمهم نسامحهم وهذه الأشياء ما مشت، ما أتت بنتيجة. فالآن تركيا لا أظنها تتراجع أو تفكر في الخيارات، أولا تضع يدها وقوتها وقدرتها في تلك المنطقة شرق فرات، ثم تجلس ما هي الخيارات، ما هو المقترح، كيف نعمل بدون مشاكل كبيرة في المنطقة للشعب السوري للشعب التركي، لأن في النهاية هم جيراننا ونحن مسلمين وهم مسلمون، نحن أتراك هم عرب، ونحن سنين طويلة قرون عشنا مع بعض في قرى، الآن جزء منها في سوريا وجزء منها في تركيا، أقارب هم يعني، فهذه حقائق لا تتغير. فلذلك تركيا لابد أن كما دخلت عفرين لابد أن تدخل المنطقة عسكريا وتسيطر على الوضع هناك، ولا أحد يفكر أن تركيا ضعيفة أو لا تستطيع أن تأتي هنا تخاف من أمريكا، هذه الأشياء غير موجودة أصلا في العقل في التفكير،
ويجب أن ينفذ. بعد هذا التنفيذ لا أقول أنا سيكون هناك تقتيل أو ذبح أو يعني إبادة أو شيء، لا، إنما سيكون جيش التركي له سيطرة، له وزن، له حكم. وتركيا إذا ذهبت، تعرفون أنتم من الأحداث، تذهب مع خدمة الصحية، تذهب مع المدارس، تذهب مع البنية التحتية، يعني ما تذهب فقط عسكر مثل الأمريكان، لا، نحن نوصل إلى هناك خدمات في نفس الوقت. طيب، هنا هذا الإصرار التركي حتى لو جوبها برفض أمريكي متواصل، العملية والمواجهة العسكرية قادمة لا محالة؟ يعني الرفض الأمريكي لم يأتي إلى الآن، ولماذا يأتي بعد ذلك؟ كان واضح أن الرفض الأمريكي أنه تركيا في خط أحمر أمامها في شرق الفرات. لا، الآن لا، الآن أمريكا تقول لا، لا، لا نسمح لك أن تدخل. هل تسمح أمريكا اليوم لتركيا بشن عملية عسكرية في شرق الفرات؟ أمريكا لا تقول لا ولا إيه، تحاول أن تركيا تعيد النظر وتقرر من عندها من نفسها أن لا أدخل، أحسن، هاي مشاكل كبيرة هناك. طيب، سأسألك عن إدلب، لكن اسمح لي أن نرحب بالخبير العسكري الاستراتيجي السوري اللواء محمود علي، هو معنا عبر الهاتف. سعادة اللواء، أهلا ومرحبا بك معنا. مساء الخير أخي علاء، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمتابعيك. حياك الله. سعادة اللواء، دعوة للحوار برزت على لسان إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، في أي إطار بتقديركم جاءت هذه الدعوة للحوار مع تركيا لإنهاء الصراع؟ يعني أعتقد أنها مناورة مكشوفة تماما. لا يمكن أن يوافق الجانب التركي على الحوار مع مجموعات مصنفة بوجهة نظره إرهابية، هذا من حيث المبدأ. فهذه مناورة مكشوفة وهي للدعاية الإعلامية ليس إلا، لكنها جاءت من واشنطن بعد اللقاء بدونالد ترامب. تماما أخي الكريم، الموقف الأمريكي موقف ضبابي حتى الآن. صح. لا يمكن أن تقوم تركيا دون أن يكون هنالك وضوح في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي مرة تراه موقفا متذبذبا، ومرة أخرى يكون هنالك رفض. والخلاف بين الجانب التركي والموقف الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة، الخلاف واضح تماما. الأتراك يريدون أن تكون هنالك منطقة آمنة خالية من PKK وBDI وبعمق لا يقل عن 20 كيلومتر، بينما الجانب الأمريكي يعتبر أن المنطقة الآمنة هو وجود القوات التركية على الحدود وإضافة إلى مجموعات قسد. وكأنه في مقترح جديد بوجود قوات غربية في تلك المنطقة الآمنة. تماما، هذا الموضوع لا يمكن أن يوافق عليه الجانب التركي على الإطلاق، لأن الموضوع يتعلق بتهديد للأمن القومي التركي، وهذا يعني بالنسبة للجانب التركي خط أحمر. هم ينتظرون عسى وعلى أن تفرج الأمور تعدل الإدارة الأمريكية عن مواقفها المضطربة أو المتذبذبة بين الحين والآخر، ويأخذوا الضوء الأخضر ليقوموا بعمل عسكري ما على في هذا الإطار. طيب سعادة اللواء، إذا كان الموقف الأمريكي مضطربا ضبابيا متذبذبا، ماذا عن الموقف الروسي؟ الموقف الروسي في هذه النقطة بالذات يعني هو موقف موارب، مرة يوافقون بشكل ضمني مع الجانب التركي باعتبار حليفه المؤقت في محافظة إدلب، وهو أحد أطراف أستانا وسوتشي، وفي المرات في مرات أخرى يقومون بالوقوف مع قسد إلى بالوقوف مع الجانب الكردي جماعة مجموعات قسد ضد الحليف التركي. فالموقف الروسي غير واضح تماما، وهذا
أيضا يعقد الموقف في وجه الجانب التركي. يعني بس هيك كأنه كل الأطراف مربكة ولا تدري ماذا تفعل. تماما هذا الوضع صحيح، يعني الأطراف جميعها موقفها غير واضح تماما، لأن المواقف متضاربة بين الحين والآخر، والموقف الحقيقي يجب أن يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع. طيب ابقى معي ساعة لواء لو تكرمت. أستاذ علاء الدين، ما علاقة شرق الفرات بإدلب بالنسبة لتركيا؟ هل هناك علاقة؟ هل هناك احتمال بأن تقبل تركيا بمقايضة بين المنطقتين كما يريد الروس؟ يعني أنا لا أعرف الروس يطلبون بشكل جاد هذا الشيء وصرحوا به، وتركيا ماذا قالت أو ماذا فكرت مقايضة، تكلمون عن مقايضة لأنه ما عندي واضح فكرة. بأن الروس يطمحون لشن عمليات عسكرية مع تركيا في إدلب، وفي إشارات نحو هذا الأمر. من أجل إيش؟ للقيام بضرب هيئة تحرير الشام في إدلب تحت هذه الذريعة. هناك سعي كما فهمنا حتى من قمة موسكو بين الرئيس أردوغان وبوتين الأخيرة، هناك سعي لتوريط تركيا في إدلب. نعم، أنا لا يعني لا أظن أن تركيا تدخل بكل سهولة في هذه المخادعة أو تضر نفسها أو تعمل شيء تسبب لوم من الدول العالم أو من الشرق أو من الغرب. تركيا لا تريد إلا أن تعود سوريا إلى أيام السلام، ومن أجل ذلك تعمل. وتركيا الآن بدأت تفكر كيف تحمي حدودها وسلامها أصلا. يعني الآن موضوع الكرملين، أستاذ علاء الدين قال بأن تركيا لم تلتزم بتطبيق اتفاق سوتشي بشكل كامل. أي نعم، ماذا يعني هذا الكلام؟ ما تابعت هاي الأشياء. طيب خلينا نسأل سعادة اللواء محمود علي. سعادة اللواء، هل هناك بالفعل سعي روسي لتوريط تركيا في إدلب مقابل شرق الفرات؟ أنا بوجهة نظري الموقف التركي في هذه النقطة واضح تمام. هم لا يمكن أن يورطوا تركيا في هذا الموضوع، والجانب التركي واعي إلى هذا الموضوع بشكل واضح تماما، ولا يمكن توريطه في إدلب على الإطلاق. وفي هذه النقطة بالذات هنالك تناغم بين الموقف الروسي والموقف التركي في هذه النقطة بالذات كما قلت. ولكن الروس أحيانا يناولوا مناورات بسيطة للضغط على الجانب التركي من أجل الاستعجال فيما يسمى بإنهاء موضوع هيئة تحرير الشام، وخاصة المتشددين. بس بشكل صريح سعادة اللواء، بشكل صريح ما كأنه الروس عم يحكوا للأتراك أعطونا بإدلب بنعطيكم بمنبج أو بشرق الفرات بما نملك؟ لا أعتقد، لأنه بالأساس الروس لا يملكوا هذه النقطة. الموضوع هنا في شرق الفرات وفي منبج هو قرار حقيقي للأمريكان وليس للجانب الروسي قرار في هذا الموضوع. لا يملكون القرار. إذن لا يملكون ورقة للضغط على الأتراك في موضوع إدلب، لأن هناك لا. من يقول بأنه جاري التحضير لعملية عسكرية ضد إدلب. لا موضوع أنه يعني يملكون ورقة ضغط، صح هم يملكون تصريحات إعلامية، ولكن لا يمكن أن يتورط الأتراك في هذا الموضوع. والروس يعون ذلك، وهم يعني يحاولون أن يتماشوا ويتناغموا مع الموقف التركي، لأن الموقف في إدلب موقف معقد ومركب، وسيتم إنهاء هذا الموضوع عن طريق الجانب التركي. وفي الأسابيع الماضية أو في الأسبوع الماضي الجانب التركي أوضح بكل موضوع لا يقبل للشك أن على الأفراد المتواجدين في هيئة تحرير الشام من جبهة النصرة الالتحاق بكل الفصائل البقية. المشكلة هي في قيادات النصرة، وهذا سيتم إنهاءه. بس خليني ساعة لواء مرة أخرى، يعني تركيا ليست بحاجة لموسكو من أي جانب في العملية المرتقبة شرق الفرات أو حتى في منبج؟ لا
بالنسبة لهذا الموضوع هي يعني نحن لا نقصد أنها ليست بحاجة. الموقف التركي يعني هو بحاجة لكل من يدعمه في هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع شرق الفرات، الروس حليف استراتيجي وحليف مؤقت بشكل جيد، وهنالك تناغم بين الموقف الروسي والموقف التركي، وهذا تجلى في اتفاقيات سوتشي ولقاءات الجانبين على أعلى المستويات. ولكن الروس لا يملك القرار بشرق الفرات، القرار هناك للولايات المتحدة الأمريكية. هل ستذهب سعة لواء تركيا بالتنسيق أو بالتعاون مع موسكو بشكل مشترك لشن عمليات عسكرية ضد هيئة تحرير الشام في إدلب؟ قد يكون هنالك عمل عسكري ولكن محدود وعلى أضيق نطاق وبشكل موضعي، لكن هذا ربما يفجر المنطقة هناك ولن يبقى محدودا بحال من الأحوال. عفوا لم أسمع السؤال. هذه العمليات وإن كانت موضعية ربما تفجر إدلب بأكملها. لا أعتقد ذلك، لأن القرار التفجير في إدلب هو قرار روسي بالدرجة الأولى والتركي في الدرجة الثانية. إذن القرار متعلق بالجانب الروسي والجانب التركي. ابقى معي ساعة اللواء لو تكرمت. هل يمكن لتركيا أن تشن عمليات موضعية عسكرية في إدلب وضد من؟ يعني يمكن أن تقوم بنية أو بهدف مختلف، أن تظهر للغرب ولمن غير روسيا أن تركيا لها أن تتحرك مع روسيا في عمليات مبسطة أو صغيرة أو إقليمية أو بشكل ما. تركيا تريد أن يفهمونها، روسيا تفهم تركيا ما هي نية تركيا أصلا وما هو هدف تركيا في الموضوع. فهم فاهمين لكن لا يعلنون ذلك، يجيبون مثل ما تفضلت مفاوضات ومقايضات وأشياء. تركيا لا تريد لا أن تحتل سوريا ولا تأخذ مدينة تعطي مدينة. تركيا يعني لن تحكم في سوريا أصلا، فقط نريد أن نحمي حدودنا، نحن نريد أن نحمي أنفسنا من المشاكل التي تحصل وسوف تحصل كذلك. واضح سعة لواء بأن الأمور يعني فيها ويلفها الكثير من الغموض في شرق الفرات أو حتى في غرب الفرات في الشمال السوري. ما هو الواضح بالنسبة لك في هذه المرحلة إذن وما ستقوم به تركيا؟ الجانب التركي يعني وضعه معقد ومحرج. أولا يريد أن يحمي الأمن القومي التركي والحدود التركية، ولكن هو يتأنى في خطواته داخل محافظة إدلب من أجل إنهاء موضوع ما يسمى هيئة تحرير الشام، وخاصة القيادات فيها المتمثلة في قيادات جبهة النصرة. أما موضوع المقاتلين الذين يشكلون أكثر من 95% من أعضاء هيئة تحرير الشام، هم من أبناء تلك البلدان وأفسح المجال لهم بالانضمام إلى فصائل أخرى. ماذا تقصد بالإنهاء؟ ماذا تقصد بالإنهاء سعة لواء؟ بعملية إنهاء استئصالي أو عسكري أو بعملية ربما حل وذوبان في أطر عسكرية أخرى؟ إما أن تحل نفسها وينضم العناصر المقاتلين إلى فصائل أخرى لا ليست بالفصائل المتشددة، وهنا سيتم معالجة القيادات من الغرباء مع بلدانهم، إما بالدخول إلى تركيا وتسليمهم إلى بلدانهم. هذا الموضوع سيتم إنهاؤه بشكل أو بآخر، وربما لم يكن هنالك توافق بين الدول التي ينتمي إليها أو التي تنتمي إليها قيادات جبهة النصرة الموجودة في إدلب. ولكن هذا الموضوع يمكن أن تنهيه تركيا ولو على المدى الطويل. المهم وسيكون سعادة اللواء سيكون مقدمة عمل عسكري شامل، لأن الموضوع في حال قيام عمل عسكري شامل سينزح من المحافظة حوالي 3.5 ملايين. أين سيذهبون؟ سيكونون عبء على تركيا
وحتى على الدول الأوروبية فيما إذا تركيا فتحت الحدود وسمحت لهم بالهجرة. وهذا سيكون بمثابة التوطئة لإدخال النظام إلى المنطقة أم للحفاظ على تحريرها؟ هذا الموضوع من حيث المبدأ إذا تم إنهاؤه لا يمكن أن نتكهن ما هي التفاهمات. هنالك تفاهمات قد تكون بين الأطراف جميعها بما فيها الجانب الأمريكي والروسي والتركي. هذا الموضوع حتى الآن غير واضح تماما، ولكن واتفاق أضنة له محل من الإعراب في غرب الفرات أم هو متعلق فقط بشرق الفرات؟ اتفاق أضنة أصلا يشمل شرق الفرات وغرب الفرات على طول الحدود هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع بالنسبة للأمن القومي التركي في المراحل الحالية بوجود قسد غير كافي بوجهة نظر الجانب التركي. شكرا جزيلا لوجودك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود علي، أهلا ومرحبا بك دائما. قبل أن نذهب لفقرة تغريدة وتعليق، إذا عندك تعقيب على ما قاله اللواء محمود علي خاصة في موضوع اتفاق أضنة أستاذ علاء الدين، كيف يمكن أن يطبق مجددا هذا الاتفاق؟ ما أظنه يطبق. لن يطبق؟ ما أظن. ولا في شرق الفرات؟ لن يعني تقبل تركيا بسيطرة تركيا النظام؟ تقبل يعني لها مصلحتها وفائدتها، لكن يعني ما أعرف مواد الإش اللي في الاتفاقية، لكن تركيا لا تتنازل، لا أظنها تتنازل. إذا تنازلت الآن ليس لها مجال أن تنقذ نفسها في المستقبل. إعادة قوات الأسد إلى الحدود مع تركيا أمر غير وارد؟ لو كان يحصل إلى الآن ليش ما حصل؟ لن تقبل بهذا تركيا. تركيا كيف تعبر عن حالها وأي لغة تتكلم للجيش الحر والشعوب والناس والعالم الملايين الذين هاجروا وأتوا إلى هذا البلد ولجأوا، ماذا يقول لهم؟ ماذا نقول لهم نحن؟ حتى بالنسبة للأمن القومي التركي قوات الأسد تشكل خطرا؟ قوات الأسد تشكل خطر لأهل بلدها، كيف ما تشكل خطر لتركيا؟ وهذا أمر ثابت بالنسبة لتركيا لن يتبدل، هكذا نرى ولو بطلب من الروس. يمكن طلبه ما أعرف، لكن يعني يمكن تركيا تعيد النظر في الموضوع، لكن لازم تكون هناك تغيرات مستجدات، تغيرات حتى يتغير قرار تركيا وحزم تركيا في الموضوع، يجب أن يحصل شيء جديد. كل هذه التطورات الآن ستؤثر على الداخل التركي وتماسكه والموقف، خاصة بأن هناك محطة انتخابية قادمة مهمة بالنسبة لتركيا، الانتخابات البلدية. نعم أكيد تتأثر تركيا والشعب التركي من هذه الأخبار، ويحصل شيء أما من القلق ومن التفكير ما الذي سيحصل، استفسارات على الأقل، في غموض، في ضباب، في أسئلة تحتاج إلى أجوبة. سيتأثر طبعا اقتصاد التركي شيء أما يتأثر، لكن تركيا يعني تغيرت كثيرا عن تركيا قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة. تركيا الحديثة مختلفة عن بس. أستاذ علاء الدين، ملف الشمال السوري وشرق الفرات تحديدا حاضر في الانتخابات البلدية التركية؟ كيف يعني؟ سيكون حاضرا، سيؤثر على أصوات الناخبين وتوجهاتهم واختياراتهم؟ لا، أصوات الناخبين لا أظن، يعني يمكن يؤثر إيجابيا لفائدة حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم الآن، بسبب القومية التي سترتفع شيئا ما، والعواطف التي دفاع عن البلد والجيش التركي يتحرك، هذه الأمور تأثر في أنفس الناخبين عادة. كذلك أظن سيكون له نتائج إيجابية للحزب العدالة والتنمية. لكن هناك أطراف في الداخل التركي تحرض دائما في هذا الملف ضد حزب العدالة والتنمية وطريقة تعاطيه مع الملف السوري. نعم طبعا في جهات تلوم وتعترض وتعارض، معارضة
عندنا موجودة معارضة سياسيا مسموح، وكل حر أن يبدي رأيه ويعبر عن نفسه، لكن أغلبية الشعب ماذا يقول سنرى في الانتخابات. إلى أي مدى هي مهمة هذه المحطة الانتخابية في آثار مارس؟ هو انتخابات بلدية كما تعرفون، ليس برلمان، يعني ليس لحكم البلد، إنما البلديات هنا يعني، لكنها تكتسب أهمية كبرى في تركيا وتحدد مزاج الناخبين. نعم، يعني تعطي إشارة للبلد والسياسيين ماذا يفكر الشعب التركي في هذه الأحوال، في هذه النقاط والموضوعات. ما أظن يكون تأثير كبير جدا في نتيجة الانتخابات البلدية، لأن البلديات للخدمة، يعني المرشح له دور كبير جدا في النتيجة، له أثر كبير في النتيجة المرشح، وكذلك من منطقة إلى منطقة تختلف. في مناطق بلديات نجحت في الخدمة، في مناطق العملية العسكرية شرق الفرات لها علاقة بجانب أو بآخر بهذه المحطة الانتخابية؟ يعني هل يمكن لهذه المحطة الانتخابية الانتخابات البلدية أن تؤثر في توقيت شن هذه العملية، أن تؤجلها إلى ما بعد آذار مارس مثلا؟ الانتخابات يعني ممكن تركيا تدخل بعملية عسكرية شرق الفرات وبنفس الوقت يكون في انتخابات بلدية في تركيا؟ ما في مشكلة؟ ما في مشكلة، لا. طيب، دخلت من قبل أصلا. نذهب لتغريدة وتعليق سريعا معك أستاذ علاء الدين، نتابع تغريدة وتعلق عليها بشكل سريع ومع المشاهدين الكرام. نأخذ التغريدة الأولى. التغريدة الأولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول فيها إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لأهداف إنسانية بحتة، فليس لدينا أي أطماع أو حسابات مختلفة في سوريا مثل كافة الدول والقوى الأخرى. تعليق أستاذ علاء. نعم، ما يحتاج تعليق، ولا هذا كلام يعبر واضح تماما عن أفكار الشعب التركي، لماذا نحن نتجه إلى هناك وماذا نيتنا وهدفنا. طيب، نأخذ تغريدة أخرى. تغريدة أخرى معكم مشاهدينا. صبري علي أوغلو يقول كلام عام بالتأكيد على التأكيد على محاربة الإرهاب في إدلب ومنبج وشرق الفرات. منبج وشرق الفرات مفهومة، أما إدلب غير واضح ودون الخوض بالتفاصيل. تعليق أستاذ علاء. يعني كما تحدثنا نفس الرأي يؤيد السيد صبري، أظنه تركي ولا غير تركي ما أعرف. نعم، لكنه يعني يرى أن لازم تركيا تحارب وتقاوم كل المنظمات الإرهابية سواء داخل تركيا أو خارج تركيا. تغريدة أخرى. تغريدة أخرى يا جماعة. بسام جعارة يقول موسكو اعترفت بحق تركيا بملاحقة الإرهابيين داخل الأراضي السورية وفقا لاتفاق أضنة الموقع عام 1998 ليكون بديلا عن المنطقة الآمنة، وبالتالي تسليم مناطق شرق الفرات إلى عصابة سفاح الشام كما يقول الأستاذ بسام. نعم، والله سفاح، صح، سفاح الشام هو. وتركيا ما دامت على إخلاصها ووضوحها وشفافيتها في الموضوع، ستجد إن شاء الله دعما كبيرا من شعوب مختلفة ومن دول عديدة ومنها روسيا. بس في فكرة خطيرة يطرحها الأستاذ بسام، أنه تركيا لا مشكلة عندها بتسليم شرق الفرات لعصابة سفاح الشام كما يصفها. هو نعم، رأيه هذا أنا لا أوافقه. لا توافقه الرأي؟ لا. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ علاء الدين شنكولر، الباحث السياسي التركي، شرفتنا في هذه الحلقة. أنا تشرفت. من الاستديو التاسع، أهلا ومرحبا بك دائما. أرجو لكم التوفيق إن شاء الله. حياكم الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. من الاستديو التاسع نستودعكم الله.